الجميلة تبارك الله عليك، راك خرجتي من عسرتي طلعت سلامة باش يغني المغربي شنو ورا دابا الفنانة المشارقة كلهم لو تياخذوا الحان ولا يغنيوا بالأغنية المغربية؟ لأنها قلت لك دابا وقت الأغنية المغربية. الحمد لله الحمد لله، كانت خادي المصري واللبناني والخليجي اليوم دابا دابا الاسهم لا بورصه طالعه ديال الاغنيه المغربيه، يعني دابا شكون اللي خاصو ينوض يخدم؟ الملحنين، حنا اللي خاصنا الشعراء دابا فوالا، الملحنين والشعراء نوضوا. هذا الزمن الذهبي ديال الاغنيه المغربيه رجع، ولكن بالموجه الشبابيه. الموجه الشبابيه كاين اللي ما تعجبوش هذه الموجه الشبابيه. كانوا عندي ضيوف قال لك انا ما تنبغيش الموجه الشبابيه، لا اللي قالوا حيت قال لك الا موجه شبابيه منتصر غير ما تحرفش فوالا، يبقى بحال دابا مثلا شي حد كيقول لك انا كنغني درت اغنيه مغربيه وكتلقى كل الصولوات ديالها غربيين، الكلام اللي مغربي اكزاكتومون. هادي كنقول لك ما تحرفش، نحافظوا على الايقاع المغربي بالكلمات المغربيه، بالتوزيع ديالنا، بالسولوهات ديالنا. ممكن كما نهضروا من بعد على الاغنيه السينجل اللي درت جديد، يمكن انا درت فيها الموجز الرابع ان شاء الله نرجعوا له. هذا الالبوم الاول كيفاش توصلتي للروتانا حسنا زلا دوزام؟ يعني ملي خديتي اسمح لي قطعتك، خديتي لو بريم 2006 سجلوا لك ان كليب، ان كليب سينجل ما حاولتيش ومن بعد هي من بعد كنا عملنا كان جا استوديو دوزام 2007 وطبعا كيديروا واحد التتويج داك اللي فاز قبل، ودوزت الاغنيه ديالي اللي هي انا من انتاج القناه الثانيه دوزام اللي كنت عملت في مصر، وكان بالصدفه كنت لقيت مع المنتج علي المولى في القناه الثانيه دوزام، وما تلاقيناش داك النهار بصابر رباعي بزاف الفنانه اكاديم الصاهي لا ليست عنده طويله تبارك الله، وكان وما تلاقيناش، شافني غير في لو غوتور ديال لي لوج كان كيتفرج وقال لهم بغيت هذا الصوت نتعامل معاه واتصل بيا، وكان تفاهم على العقد. وطبعا دخلنا الى روتانا. مشيتي لبنان قبل كنا مصر، مصر هو الاول لانه هو اللي تم في تسجيلات الاغاني في مصر. في مصر طبعا نعم. درت واحد الاقامه في مصر حتى سجلنا الالبوم، ولكن التصوير كان في طبعا في لبنان. مني خرج الالبوم ديالك وفر كلامك، وفر كلامك نعم، شنو كان الشعور ديالك؟ هو الشعور ديالي غادي تقول اوف اخيرا؟ لا ما قلتش اوف اخيرا، بالعكس قلت عاد بديت، دابا عاد المسؤوليات زادت، دابا عاد تشريف وتكليف. اكزاكتومون تشريف وتكليف، انت عطيتيها واحد المعنى. نعم شنو دارت حسنا زلاغ اول كاشي خدات؟ اول كاشي خديت من بعد من هذا انا، لان تنظن الانطلاقه ديالك هو الالبوم ديالك ني سينيتي مع العقد، خديتي الفلوس باش درتي الشوبينغ، سافرتي، شنو دارت؟ شوف ولا باقي ما شداتهم؟ لا شوف منتصر الشيء، الانسان الفنان تيكون طموح بزاف. نعم. دابا جيتي هضرتي على الفلوس ماشي مهمين، لا مهمين بزاف طبعا، ولكن باش تصنع كارير وتفكر في الفلوس مبدئيا، يعني الا بغيتي لا تصنع. لا من حقك، من حقك. لا انا تنقول يعني ملي خديتي شنو هو البليزير اللي درتي في راسك؟ يعني شنو درتي؟ الفنانه ديما خصها شوبينغ. انت عارف الصوره ديال الفنان هو خصو يكون ديما الانيق، كلهم في شوبينغ كلهم وباقي خاصني ياك مازال ان شاء الله البوم ثاني وثالث ورابع، علاش لا؟ ربي يخليكم. لاحظنا بان بزاف الفنانه دابا انت داخله معاهم ما بقاوش يخرجوا الالبومات ولا تيخرجوا لي سينجل، كل شيء دابا يتفق على لي سينجل. لان علاش منتصر؟ لان نعم. الاغاني كتظلم. نعم. كاين شي اغاني جميله بزاف كتمشي تضيع في وسط البوم. نعم. لان كتصور انا صورت جوج من الالبوم غايب عني وحبيتني. نعم. لا نعم. ما انني كنت حابه نصور اكثر من الالبوم، ولكن نعم. الالبوم اللي كينزل كيتحرق، اللهم الواحد يدير 8 الاغاني يبقى ينزل وحده بوحده ويصور. نعم. وحده بوحده احسن. تعبتي بزاف جدا. طبعا هي القطار نستعملها الان قبل الموجز الاخباري، اتعب لي الناس، شنو جرى لك؟ واش هذه قصه جرات لك؟ شنو لا يمكن الناس كلها يشوف، الناس كلهم عندهم قسط من التعب، يمكن نعم. يمكن 70% من حياه الانسان نعم. كلها تعب و 30% كتبقى ديال لاجوا، يعني كاين التعب اكثر من لاجوا. اذا غنستمعوا لهذه القطعه الجميله ودائما مع ضيفه مزيك حسنا زلاغ.
retrouve la semaine prochaine sur Radio Méditerranée Internationale et nous sommes toujours avec notre invité. L'invité de Mosaïque, c'est la chanteuse marocaine Hasna Zalar. Elle est une femme qui a une chasse dans la salle de Ghina Mondo Sigariha. Elle est une sœur de l'Irada. Elle est une ضيفة Mosaïque qui est venue avec elle. Le jadid, nous allons en parler maintenant avec une petite maghribie Tania Dielkiak. Tania. Tu dis ma l'hasab. هي الثالثه اللي جديد الجديد هذه جديده هذه جديده هذه الثالثه اللي سميتيها شوفوا حبيبي مال حبيبي اش دار فيك وغير شوفوا مال وراك كنسولكم سولوه ها شوفوا سولوه مالو انت تبارك الله وصلتي لكل شيء ربي يخليك اين انت من الحب واش الفنان ديما في حاله حب طبعا انا تنسهل عليك الحمد لله واش حسنا زلغ سمعنا بزاف الاشاعات يضروك الاشاعات شوف اي اشاعات قلت الا وفي الصالح ديالك لانك كتثبت الوجود ديالك بانك انت كاين والناس كدير لك اشاعه زوينه ولا خايبه شحال مره جوجوك شحال مره طلقوني شحال مره طلقوني شحال مره طلقوك طلقوني بزاف د المرات حسنا زلغ مزوجه وي عندها شي وليدات ولا وانا بنيته شحال في عمرها دابا 9 سنين طلعت 10 سنين تبارك الله ما بيناش عليك انت تتباني باقا صغيره ورا باقا صغيره لا تتباني باقا صغيره بانك تكون عندك النيه ديال 9 سنين باسكو زوجت صغيره زوجتي قبل ما ستوديو دوزام قبل ما ستوديو دوزام ماشي تتشهرتي عاد باش يكون صداقي دو تريبلا لا ديما كي تريبلا تخلي بنتك تدخل لعالم الفن عالم الفن صعيب بزاف ولكن الا كنت غنكون معاها وكانت الاراده ديالها وهي باغيه يعني معايا تكوني ماناجير ديالها هاديه ولا غير داكشي اللي دزت غير داك النطاغي النصائح اللي دزت شي حوايج اللي دزت منهم ما عجبونيش يمكن هي غتكون عندها درايه بهم انتما من اسره عائليه تبارك الله في 8 الناس 4 الاولاد و4 البنات وانت عندك اختك تويميا اللي موجوده معنا هنا في الاستوديو احسان مرحبا بك احسان هي المناجير ديالك هي المناجير ديالي هنا في المغرب في المغرب وفي على برا علي المولى نعم انت بوحدك اللي في غير اخوك الله يرحمه اللي شق طريق الفن انا بوحدي ولكن الا جيتي للدار عندنا فرقه موسيقيه بالايقاعات بالسوليست صح المهم تكون عندك شي حفله مرحبا بك ان شاء الله نديروا معك ثمن مزيان ياك هو المخرج ديال البرنامج غادي يتزوج قريب مرحبا ناري شري فراسي لا والله افيك بليزير هي ما تكونش هنا في اوت صافي نجي والله تنجي والله تنجي حسنا شكرا هنا تنضحكوا معك يقول لك راه تنبزن صوفات هذه ديجا ضيف خاصو يدوز بال عيطت حتى منتصر الوغ نرجعوا لشوفوا حبيبي ما تعملتي مع شوفوا حبيبي وزعها الفنان الكبير اللي كنوجه له التحيه عبر الاذاعه ديالكم نيدي ان اللي الفنان الكبير اللي انا طبعا كنفتخر به فين ما مشيت سواء مشيت لمصر كيجيبوا لي السيره ديالو كيقولوا لي عندكم فنان عزيف فناي رشيد زروال كنقول لهم ايه فانا هذا فخاره لينا حنا كالمغاربه فين ما مشينا اللي هو رشيد زروال كنحييه عبر اذاعه والكلمات ديال من هو كان حقد اغنيه كان غناها قبل المرحوم حفيظ الفطواكي ولكن انا عدلت في الكلام ديالها كما كنقولوا بالطنجاويه عدلت في الكلام مادام انا في طنجه عدلت في الكلام وطبعا الابداع ديال رشيد في التوزيع كان حاضر وكنتمنها تعجب الموسيقيين انا بصراحه معجبه بها لانها فيها واحد فيها واحد لارونجمون اللي بدع فيه رشيد ان دار فيها حس خليجي حس مغربي وحس شعبي المغربي نخليه هو يقول معنا هو معنا مباشر على الهواء اهلا بك عازف على آلة الناي من امهر العازفين في العالم العربي مرحبا بك سي رشيد زروال مساء النور سي منتصر مساء النور لدى حسناء مساء الخير رشيد مساء النور حسناء صراحة أنا كيفرحني كنسمع هادشي صراحة هذا شرف لي لا طبعا شرف لي نحن كذلك وشكرا أول حاجة سي منتصر على هذا البرنامج الجميل أنا من اللي متبعو دايما مكتر خيرك نقصنا انت يا نقصنا انت استاذ الله يطول عمرك دابا هو الالبوم مبروك على الالبوم هو بين يديا سوفل دو لام دو ماروك غنهضروا عليه بعد قليل ولكن شنو يمكن لك تقول على حسنا زلاغ ونرجعوا نهضروا على البومك استاذ حسنا زلاغ
أول حاجة من مطربات الفنانات المغربيات اللي رفعوا الاسم ديالهم يعني في واحد الوقت وزيز وقت وزيز وكيشرفوا المغرب والمغاربة والفن المغربي في العالم العربي اللي دارت اسم ديالها بمجهودها الخاص صراحة. ويعني يحسن أنا كان عارف اسمه الأخ ديالها الله يرحمه رشيد زراغ اللي هو الله يرحمه فنان كبير من الناس اللي أنا عرفتهم قبل ما نعرف حسنة يعني رشيد زراغ الله يرحمه اللي كان صديق ديال الشاب خالد واللي ما كيعرفوش هاد اسمه المغاربة وحسنة زراغ يعني ماشي كما كنقولوا بالمغربية ماشي جابتها من بعيد يعني حسنة زراغ هي الصوت من بين الأصوات المغربيات اللي ممكن توصل الرسالة ديال الفن المغربي أو التراث المغربي اللي هو صعيب باش يتوصل لهذا العالم العربي ديالنا. وأنا كان المسألة أن حسنة مؤهلة باش تكون يعني من الناس اللي غادي توصل لنا هذا الفن الجميل ديالنا لهذا العالم العربي. هذا أول تعامل مع الفنانة حسنة زلاغ في شوفوا حبيبي الأستاذ رشيد زروال. أول تعامل صراحة أول تعامل ماشي الأخير. أنا متبع حسنة صراحة متبع حسنة والخطوات ديالها اللي كيعجبوني اللي ديما كتلمس أن حسنة عندها اجتهاد متواصل صراحة. نعم. يعني وهذا أنا عجبني أن هذا العمل هذا هي الفكرة ديال واحد الأغنية ديال واحد الشاب مات هذه سنوات اللي هو الفتواكي نعم. الشاب الفتواكي واحد الأغنية جميلة وحسنا جاتها يعني بحال دير له يعني بحال تأبين ديال هذا الشاب الفتواكي وخدات الأغنية الجميلة اللي هو لوتام ديال شوفوا حبيبي وصوبات كلام ديالها وأنا درت لمسات ديالي اللي هو يعني حاولت ندير توزيع مغربي اللي فيه العيطة المغربية في المقام العربي اللي هو مقام الحجاز اللي هو العربي اللي هو عند العرب كاملين تسمى مقام اسمه الحجاز ودرنا بتوزيع اللي كيليق بالمستمع العربي والمغربي وفي لمسة ديال مقام البيات اسمه العيطة اللي هو فيه تراث مغربي ومجهود نتمنى الله يكون عند حسن الظن ديال العالم العربي اما العالم المغربي صراحه هو التراث ديالنا هو تحفه نعم. هو ما كيحتاجش لتوزيع صراحه نعم. هو غني علينا باش نجتهدوا فيه لانه تحفه ومي كنقول تحفه يعني تحفه ما كتحتاجش المكياج او شي حاجه تحفه خصنا نحطوها في البلاصه اللي هي كتليق بها في المتحف يكون جميل وفي البلاصة اللي خصها تشوف مزيانة وحنا يعني بفضل حسنة الله سبحانه وتعالى راه الرسالة وصلت راه الصوت والصوت كل شيء تبارك الله متجمع في هذه القطعة ديال 3 دقائق و 38 أستاذة بغي نشكرك وقبل ما نختم معك هذا اللقاء بغي نقول لك مبروك على الألبوم نفحة الروح سوفل دولام ونتمنى أننا قريبا تكون عندنا ضيف برنامج موزايك باش نديرو معك شي ماستر كلاس مباشرة إن شاء الله أستاذ أستاذ شكرا تنتمنى لك شكرا لك رشيد بزاف بزاف شكرا وكنتمنى ان شاء الله هذا العمل ديالنا اللي حنا كما قلتي درناه بواحد الغيره على الاغنيه المغربيه ان شاء الله يوصل للمغرب والعالم خاصه والعالم العربي عامه ان شاء الله شكرا للحسنة ونتمنى لك كل التوفيق بارك الله والإشارة هذا ماشي أول عمل إن شاء الله إحنا أنا ورشيد كنوجدوا أحد عمل ليه إن شاء الله ديني كنتمنى إن شاء الله يتكل حتى هو بالنجاح شكرا رشيد شكرا أستاذ والعازف الماهر على آلة الناي الأستاذ رشيد زروال والأول مرة على أمواج إذاعة المغرب العربي شوفوا حبيبي حسنة زلاغة